بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 43 من مجالس دراستنا وقراءتنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 27 من شهر ربيع الأول 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجلس في ليلة مباركة في مكان مبارك، نكتنز من عمل صالح مبارك ما تثقل به الموازين وتزداد به الحسنات، بذكر الله ربنا جل جلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم. بمحمد حرفي يطيب ويفخر، فهو الرسول الهاشمي الأطهر، صلى عليه الله في عليائه، فعليه صلوا يا كرام وأكثروا. ولكل مصل على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فطوبى للمصلين عليه صلى الله عليه وسلم، وبشراهم صلاة ربهم عليهم 10 أضعاف صلاة أحدهم على حبيب قلبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في مجلسنا الليلة أيها الكرام، نواصل ما ذكره المصنف رحمه الله من خصال الفطرة، والفصل الذي بين أيدينا الليلة في هديه عليه الصلاة والسلام في قص الشارب، بعدما مر بنا جملة من خصال الفطرة التي تقدمت في مجلسين أو 3 سابقة، فيها الحديث عن الختان، فيها الحديث عن الخضاب، فيها الحديث عن الاكتحال وعن الطيب، وبعض خصال الفطرة التي ما زال حديث المصنف رحمه الله موصولا بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. الشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا، وهي من خصال الفطرة التي يختص بها الرجال، ومن خصال الفطرة في الإسلام العناية بقص الشارب أو إحفائه أو جزه، كما ستأتيكم الروايات بعد قليل. كان لنبينا عليه الصلاة والسلام عناية بهذا الباب كعنايته بسائر خصال الفطرة، ولهذا أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل. تقدم بكم حديثه عليه الصلاة والسلام: 10 من الفطرة، وقال فيها: قص الشارب وإعفاء اللحية، وذكر باقي الخصال. هل قص الشارب مستحب أو واجب على الرجال؟ الذي ينقله الفقهاء في المذاهب 4 الاستحباب، فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يحكون استحباب قص الشارب للرجال، بل حكى فيه بعضهم الإجماع على ذلك كما نقله العراقي والشوكاني رحم الله الجميع. وبعض الظاهرية يقول بوجوب قص الشارب، قال ابن حزم رحمه الله: أما قص الشارب ففرض. وأخذوه من ذكره في خصال الفطرة، لأن خصال الفطرة عند بعضهم محمولة على الوجوب مطلقا، كما نقله الإمام ابن العربي رحمه الله، وذكر الحافظ ابن حجر ما تعقب به. هذا من حيث الحكم الفقهي، هل قص الشارب واجب أو مستحب؟ الذي عليه جماهير الفقهاء كافة الاستحباب، وبعض الظاهرية قال بالوجوب. ينقل المصنف رحمه الله الآن إثبات كون قص الشارب من خصال الفطرة،
ثم ينقل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شاربه كيف كان يفعل فيه، ثم يذكر خلاف الفقهاء هل الأفضل قصه أو حلقه وإحفاؤه بما جاءت به الروايات، وسيذكره في هذا الفصل. وأما المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله فقد قال في كتابه الآخر تحفة المودود في أحكام المولود، قال: وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عمر بن عبد البر روى قال أبو عمر بن عبد البر روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه ووقفه طائفة عن ابن عباس. الشاهد في هذه الرواية نسبة قص الشارب إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، وهذا ثابت في روايات ستأتي لاحقا. قال: ويذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه. الحديث مرفوعا لا يصح، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ووقفه طائفة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أبو حاتم الرازي: وهو أصح ممن يرفعه. فإثباته موقوفا يعني أن الذي قال إن الخليل إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه هو ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون أثرا موقوفا عليه. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يدرك الخليل إبراهيم عليه السلام ولا يعرف من خبره إلا بما جاء توقيفا عن الوحي، فهو من الموقوف الذي له حكم المرفوع، لكنه من حيث الصنعة الحديثية لا تصح الرواية المسندة التي يرفع فيها نسبة هذا الفعل إلى الخليل إبراهيم عليه السلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ إذا ثبت نسبة هذا الفعل إلى أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام، فيصح لك أن تقول إن قص الشارب سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهذا أعظم في ميزان الشريعة، وهو أيضا أكمل أجرا، لأنهما ممن اصطفاهما الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول عليه الصلاة والسلام: ولكن صاحبكم خليل الله. فمن اتخذه الله خليلا إن ثبت عنه صفة أو سمت أو هيئة فثق تماما أنها الكمالات التي لا يبتغى من ورائها كمال ولا جمال ولا هيبة أجل ولا أعلى مما كان عليه الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح. نعم، حديث زيد بن أرقم أخرجه الأئمة أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الحديث يدل على الحلق أو على القص والتقصير؟ على التقصير، لأنه قال: من لم يأخذ من شاربه، ومن هنا للتبعيض، يعني من لم يأخذ من شاربه ويقص منه فليس منا. ليس منا، هل هذا بمعنى أنه كفر وخرج من دائرة الإسلام؟ الجواب لا، لكنه ليس منا من أخلاقنا وخصالنا وهيئاتنا أهل الإسلام، ليس مما عليه شأن المسلمين. من هو هذا الذي يطيل شاربه ويتركه حتى يصير كثيفا فينزل على شفتيه ويبدو غليظا؟ ليس هذا من هيئة أهل الإسلام. من ترك شاربه حتى يصير كثيفا وغليظا فينزل شعر شاربه على شفتيه، فربما مر به طعامه وشرابه إذا أكل أو شرب، فهذا ليس من خصال أهل الإسلام، وهو من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على استحباب قص الشارب وعلى أنه من خصال الفطرة. نعم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. هذان حديثان، أحدهما في مسلم والثاني في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب. ما جزها؟ قصها، والأخذ منها أخذا شديدا، يعني كثيرا وليس شيئا قليلا. جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، هذا لفظ رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فلفظه: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. إحفاؤها الأخذ منها بما يقارب الحلقة، الأخذ منها أخذا شديدا حتى يبدو بياض الشفة وما فوقها. هذه الروايات سنستفيد منها الدلالة وما قال الفقهاء رحمهم الله فيما تدل عليه هذه الأحاديث. هذان الحديثان نستفيد منهما جملة فوائد. أولها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في أحد الحديثين: جز الشوارب، وفي الثاني: أحف الشوارب. هذا أمر يا أمة الإسلام من نبي الإسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول جز، يقول أحف، وفي رواية عند البخاري: أنهكوا الشوارب، من الإنهاك، يعني كأنه يتعبها من شدة ما يأخذ من شعرها فلا يبقى منها إلا القليل. هذه الفائدة الأولى هي أمر، والأمر إن لم يدل على الوجوب فلا أقل من الاستحباب، ومر بك أن جمهور الفقهاء على القول بالاستحباب وبعض الظاهرية يقول بالوجوب. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذين الحديثين الإشارة إلى شيء من مقاصد وعلل وحكم هذا التوجيه النبوي الكريم. ليش قال أعفو اللحى وجز الشوارب؟ ليش قال أرخو اللحى وأحفو الشوارب؟ قال في الرواية الأولى عند مسلم: خالف المجوس، وقال في الرواية الثانية التي في الصحيحين: خالف المشركين. إذن واحدة من الحكم التي جاء بها التشريع لنا معشر الرجال بإرخاء اللحى وحلق الشوارب أو قصها المخالفة لأهل الأديان والملل الأخرى. إنه استقلال المسلم بهويته يا قوم، إنه الاعتزاز بدينه الإسلام، إنه التميز عن أهل الأديان الباطلة ولو في الهيئة واللباس والشكل والمظهر. لا يريد لنا الإسلام أن نكون إمعات ولا تبعات، ولا أن نكون مقلدين خلف كل ناعق ومتبعين لكل شيء يظهر في الكون. الصيحات والصرخات والاستجابة لكل ناعق والتقليد والمتابعة الحثيثة لكل شيء يظهر في الساحة ليس هذا من ميزان الإسلام. الإسلام لا يمنع مواكبة التحديث والتطور والحضارة والتجدد، لكن هذا شيء، وانسلاخ المسلم من هويته وسمته وشكله وقيمه وأخلاقه شيء آخر. الاعتزاز بالمبادئ والقيم، الاستقلال بالشخصية والهوية ولو كان في هيئة وجه الإنسان في شاربه ولحيته، مطلب يقول عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، خالف المجوس. وذلك أنهم يعمدون إلى العكس، توفير شعر الشوارب وتغليظها وحلق اللحى وإحفائها وإزالتها. فجاء الأمر النبوي في هذه الأحاديث بالاستقلال، بالتميز، ليبقى المسلم هكذا عزيزا في هويته. وإذا تقرر هذا الأصل عاش المسلم استقلالا في شأنه كله. ليس معنى هذا كما قلت الانعزال عن الحياة وقطيعة المجتمعات البشرية، كلا، لكن المطلوب أن يكون لأهل الإسلام ومجتمعات المسلمين ما يخصها، تستجيب للتطور وتأخذ من الحداثة وتنتقل إلى الرقي والتقدم في الوقت الذي تحافظ فيه على أخلاقها، على ثوابتها، على قيمها، كما تحافظ على عقائدها. لئلا يقول قائل: يا كرام، كيف نبالغ في شأن اللحية والشوارب
والقضية شكلية ولا يعدو أن يكون مظهرا للإنسان، ولا نبالغ في هذه الشكليات حتى يقول بعضهم إن هذا من القشور وليس من اللباب في الشريعة. ليس في ديننا قشر ولب، شريعتنا وديننا وأحكامنا خير كله، وصلاح لابن آدم في عاجله وآجله في دنياه وأخراه. فالأخذ بالشريعة في كل باب من أبواب الحياة، في العقائد، في العبادات، في المظهر والهيئات، في السنن، في العادات، كلها هي من التي ترتقي بالإسلام والمسلمين ليكونوا أعزة كراما بين ركب البشرية. وبقدر ما نتنازل ونتخلى ونزهد في توجيهات الشريعة وأحكامها، والله يا قوم، يصيبنا من الذل والإحباط والتراجع والانتكاس بقدر ما نبتعد عن الشريعة التي أعزنا الله تعالى بها. أما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الاعتزاز بالإسلام لا يكون في باب دون باب، بل لنفهم أمرا آخر بالعكس تماما: الانتقاء من أحكام الشريعة، أن نأخذ ما نريد ونترك من الشريعة ما لا نريد، هو المسلك المذموم، بل هو الشأن الذي ذكر في القرآن صنيعا للنفاق والمنافقين أجاركم الله. أما قال الله عز وجل عنهم وهو يحكي ذما لشأنهم وصنيعهم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ما الذي اتبعوه فأسخط الله؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم، في قراءة أسرارهم. ثم جاء الوعيد: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ليش؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يا أمة الإسلام، إن مما يسخط الله أن نأخذ ببعض الدين ونترك بعضه، كصنيع أهل النفاق أجاركم الله. نحن نقرر في هذا الباب ما يحتاج إليه المسلمون في دنياهم وأخراهم، في معاشهم ومعادهم. فليست القضية إغراقا في الشكليات واعتناء مجردا بالمظاهر والهيئات. هيئة المسلم وأحكامها جزء من دينه وشريعته. الإسلام الذي علمك كيف تصلي 5 صلوات وكم ركعة في كل صلاة، الإسلام الذي علمك وألزمك بصيام رمضان وبأداء المناسك وعلمك كيف تعبد الله في تلك الأبواب، هو الإسلام الذي أمرك بإعفاء اللحى وقص الشوارب أو جزها وإنهاكها. فالباب واحد، نعم الرتب متفاوتة، وليست أحكام الإسلام الكبرى وقواعده العظام كمسائله الأصغر منها والأقل شأناً، لكن المبدأ والمنطلق في القبول لدى المسلم واحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا جئنا اليوم لمجتمعاتنا المعاصرة وأردنا اقتفاء الهدي النبوي، فإنه فيما نسمع ونقرأ من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. قال في صحيح مسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقال في الأخرى: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فلو قال قائل: لكن بعض المشركين اليوم أو بعض اليهود مثلا يعفون اللحى، فهل يصح لنا أن نعكس الهدي النبوي فإذا أعفوا هم لحاهم حلقناها نحن؟ لأنه يقول خالفوا. الجواب: هذا فهم سقيم، لأنه لما قال خالفوا ما أمر بمطلق مخالفة، بل ذكرها تعليلا. الأمر الصريح: أعفوا اللحى، جزوا الشوارب، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أحفوا الشوارب. فالالتزام بالأمر. وأما التعليل فوجه ذكر به أحد حكم هذا التشريع، ومن ورائه حكم أخرى. فإذا جاء اليوم الذي أقبل فيه المجوس أو اليهود أو المشركون على إعفاء اللحى، فأولاً لن يكون هذا صنيعاً لكلهم، ولن يكون سمتاً وهيئةً لهم حتى يصبح ديدناً وشعاراً لهم حتى نقول حان وقت مخالفتهم. فإذا فعله بعضهم فإنما يفعله الآحاد منهم، ويبقى الحديث على بابه: خالف المشركين. وإذا سئلت اليوم
من أكثر، من الأكثر في المشركين واليهود والمجوس وغيرهم من الطوائف الذين يعفون لحاهم أو الحارقون لها؟ سيبقى الباب على أصله، الحارقون هم الأكثر، فيبقى التوجيه النبوي على بابه بأمر المخالفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشوارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. في صحيح مسلم ذكر أنس رضي الله عنه 4 أشياء. قال: وقت لنا في قص الشوارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. والأربعة كلها من خصال الفطرة كما مر بكم: قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة، كلها أصلا من خصال الفطرة. لكن حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أفاد فائدة جديدة، وهي التوقيت الزمني. ما معنى وقت لنا؟ حدد لنا وقت ألا نتركه أكثر من 40 ليلة. السؤال: من الذي وقته؟ ما صرح أنس، قال وقت لنا. لكن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب التشريع إذا نسبوا الفعل إلى ما لم يسمى فالمقصود به قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتلقون إلا منه، ولا يشرع الأحكام أحد بينهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك فإن صريح الرواية عند أبي داود والنسائي من حديث أنس نفس الحديث هذه، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوضحت الرواية الأخرى صريح ما بني هنا إلى ما لم يسمى فاعله. إذن الذي وقته لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ترك أحدنا أيها المسلمون، إذا أخر قص شاربه أو تقليم أظفاره أو حلق عانته أو نتف إبطه لأي سبب من الأسباب، ألا يتجاوز ذلك أكثر من 40 ليلة، كما حكى أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا مبدأ النظافة والطهارة والجمال والحسن والكمال. فإن هذه الأمور الأظفار وشعر الشارب والإبط والعانة إذا طالت وازدادت بها المدة وكثف الشعر فيها وطال الأظفار اجتمع فيها الوسخ والنتن. أما الأظفار فما يجتمع تحتها من السواد والغبار وبقايا الطعام شيء مقرف مقزز لصاحبه قبل غيره. وأما باقي الشعر كالشارب والإبط والعانة فإنها أيضا مجمع الأقذار، الشارب يجتمع فيه غبار الهواء وبقايا الطعام والشراب، وشعر الإبط والعانة يجتمع فيه العرق والفضلات والخارج من جسد الإنسان. والمطلوب في المسلم النظافة والطهارة، فجعل أقصى حد في ذلك 40 ليلة كما حكى أنس رضي الله عنه. سينتقل المصنف الآن إلى مسألة قص الشارب والحلق والتفضيل بينهما. قص الشارب إذن فطرة وهدي نبوي، فاجتمع الأمران. يعني كما تقدم معنا في مجلس سابق أن المراد بالفطرة أصل الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها. أما خلق الله ابن آدم الذكور منهم، أما خلقهم تنبت لهم شعور الشوارب واللحى سمة للرجولة وتمييزا لهم عن الأنوثة، هي فطرة إذن. ثم اجتمع مع هذه الفطرة الأمر النبوي. يعني لو لم نجد حديثا يقول قص الشوارب، ولا نجد حديث يقول أحف الشوارب ولا أنهك الشوارب، فقط قال 10 من الفطرة وذكر منها قص الشارب، هذا وحده كاف ليثبت لك أن قص الشارب فطرة إن كنت آدميا. فطرة إن كنت آدميا فقص الشارب فطرة، وتركه حتى يصير كثيفا وغليظا خلاف الفطرة، وإن فعلها بعض البشر كالمجوس والمشركين ونحوهم هذا مخالفة للسنة والفطرة على حد سواء. ثم هو موافقة للمجوس والمشركين وبعض الأديان الباطلة، هذا الذي نفهمه من نصوص الشريعة بشأن إحفاء الشوارب أو قصها. أما التفضيل بين القص والحلق فالذي يعرض له المصنف الآن رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل. قال: واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل. فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة. حتى يبدو طرف الشفة. فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة. حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. هذا أول القولين، وهو مذهب المالكية ومنسوب إلى الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى، فإنه قال: يؤخذ من الشارب فقط، يعني يقص ويخفف منه. إلى أي حد؟ قال: حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، يعني أعلى الشفة. فإذا زال الشعر وارتفع حتى ظهر طرف الشفة وحدودها من الأعلى وهو المسمى بإطار الشفة فحصل المقصود. قال: ولا يجزه فيمثل بنفسه. رأى مالك رحمه الله، واستقر هذا مذهبا للمالكية، أن حلق الشارب تماما مثلة منهي عنها في الشريعة. ما المثلة؟ المثلة أن يعمل الإنسان في البدن شيئا خلاف الخلقة التي خلقه الله عليها. ولهذا جاء النهي عن التمثيل بالقتلى في الجهاد، ألا تقطع آذان ولا أنوف ولا أطراف ولا أصابع، هذا من المثلة أو التمثيل. يقول مالك رحمه الله: لا يجز شاربه فيمثل بنفسه، يعني يعمل المثلة لنفسه بنفسه، والنهي عن المثلة متقرر في الشريعة. نعم. قال: وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: ويحفي الشوارب ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. واضح من مذهبه رحمه الله، حتى لما يأخذ برواية أحف الشوارب قال: وليس إحفاء الشارب حلقه. ما الإحفاء عنده؟ قال: الأخذ منه أخذا شديدا لا يبلغ الحلقة. قال: وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. هذا التغليظ في الإنكار في مذهب الإمام مالك رحمه الله أخذ ببعض الروايات الصريحة في الحديث، ورأى أن حلق الشارب بالمرة، يعني حلقه وإزالته تماما، من المثلة التي نهت عنها الشريعة مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. نعم. قال: وتفسير حديث إحفاء الشارب إنما هو الإطار الذي قلنا عنه إنه حدود الشفة العليا وأطرافها، فيرفع من قص شاربه حتى يبدو إطار الشفة. قال: وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، يعني أن يقص من الشارب من أعلاه، يعني مما يلي الأنف. يقول: فهذا ليس هو المطلوب، المطلوب رفع الشارب عن الفم وليس إنزاله عن الأنف. نعم. قال: وقال أشهب عنه في حلق الشارب إنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه. نعم. هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إذا كربه أمر نفخ، يعني إذا أهمه أمر وهو يفكر ويطرق رأسه، يجعل يخرج من غيظ صدره من الهم والكرب الذي أصابه، فينفخ بفمه فيبلغ نفخ الهواء شاربه. يعني إيش؟ يعني لو كان يحلقه لم يكن في الشارب شعر يطير بالهواء أو يتأثر به، فكان له شارب. قال: وهو يفتل شاربه، وفتل الشارب أخذ أطرافه. يريد أن يقول: لو أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يحلقه فأي شيء سيفتله، بل كان هناك شعر للشارب يفتله. فهذا من الآثار التي قال بها الإمام مالك رحمه الله. فرأيت من العبارات: قال: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق، كان يكره أن يؤخذ من أعلاه، قال إنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. هذه مرويات الإمام مالك رحمه الله التي ثبتت في الموطأ ونقلها بعض أصحابه عنه، تقررت مذهبا للمالكية بأن السنة في الشارب القص وليس الحلق والإحفاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار، يعني كما نقل عن مالك رحمه الله، حتى يبدو إطار الشفة وهو أعلاه.
قال: وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحيفان شواربهم. كانا يحفيان شواربهم. قال: وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي. طيب، قال الآن: أما الشافعي فلم نجد عنه رحمه الله أثرا منصوصا في هذا، لم نجد عنه نصا صريحا، ما مذهبه؟ هل القص عنده أو لا، أو الحلق؟ يقول الطحاوي: لكن أصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع، ذكر من كبار تلامذة الإمام الشافعي الإمام المزني والإمام الربيع بن سليمان المرادي، وإنما ذكر هذين لأن الطحاوي الإمام الحنفي أدرك هذين الإمامين، بل المزني خاله أخو أمه وقد تتلمذ عليه، وكان الطحاوي أول أمره شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، فهو قريب من تلامذة الإمام الشافعي الكبار المزني والربيع. فيقول: أنا ما رأيت الشافعي ولم أجد نصا صريحا عنه ما الذي يرجحه في الشارب، الحلق أم التقصير؟ قال: لكن الذي رأيته من طلابه الكبار وتلامذته الأئمة أنهما كانا يحفيان الشوارب. ما الإحفاء؟ الأخذ أخذا شديدا إلى ما يقارب الحلقة. قال: ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي، فإنه لو تقرر عندهم أن إمامهم وشيخهم كالإمام مالك رحمه الله ينكر ذلك ويشدد فيه، ما كان يفعلانه، رحم الله الجميع. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. نعم، هذا مذهب الحنفية، وحكاه الطحاوي رحمه الله عنهم لأنهم أئمة مذهبه، وإن لم يدركهم لكن المقرر عند الآئمة في المذهب الحنفي أبو حنيفة وزفر بن الهذيل والقاضي أبو يوسف والقاضي محمد بن الحسن كان مذهبهم في شعر الرأس والشارب، فكله عندهم شعر رأس، وإن كان هذا وجها فهو جزء من الرأس. المذهب عندهم أن الإحفاء والحلق أفضل من التقصير، فيكون أيضا في الشارب حلقه أفضل من تقصيره. نعم. قال: وذكر ابن خوازي منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، هذا قول أبي عمر. نقل المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله ما تقدم من أسطر عن الإمام ابن عبد البر الحافظ أبي عمر في التمهيد النقولات السابقة، وخصوصا ما يتعلق بالإمام مالك رحمه الله، فإن ابن عبد البر مالكي المذهب، فنقل ذلك عنه. ونقل عن ابن خويز منداد وهو من فقهاء المالكية عن الإمام الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كأبي حنيفة، يعني تفضيل الإحفاء والحلق على مجرد التقصير. نعم. قال: وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفو الشوارب. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني: وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. طيب، الآن الذي نقله عن الإمام مالك رحمه الله تفضيل التقصير دون الإحفاء، والذي رجحه عن الحنفية والشافعية العكس، تفضيل الإحفاء على التقصير. قال: أما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، يعني يأخذ منه أخذا شديدا إلى ما يقارب الحلقة. قال: وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحفو الشوارب. والإمام أحمد رحمه الله كما هو معروف عنه شدة عنايته بالسنة وتحريه فيها، فلما سئل: ما السنة؟ قال: يحفي، واستدل باللفظ، قال: أحفو الشوارب. قال حنبل، وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، حنبل بن إسحاق بن حنبل، ومن كبار تلامذة أحمد ومن المعتمدين في رواة المذهب عن الإمام أحمد، قال: قيل لأبي عبد الله، سئل يعني وهو حاضر: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟
يعني يقصه حتى يبلغ الإحفاء أو كيف يفعل؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. هذا على ماذا يدل؟ على جواز الأمرين، وعلى أن الإمام أحمد مذهبه في هذا واسع ويجوز الأمرين. لما؟ لورود الروايات بكلا الأمرين، فجوز هذا وجوز هذا. قال أبو محمد وهو ابن قدامة في المغني يقرره مذهبا، وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء، فلمجموع الروايات قال الحنابلة بجواز الأمرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، وهذا لا يكون معه إحفاء. أخذ من شاربه على سواك في حديث المغيرة بن شعبة لما كان ضيفا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى شاربه غليظا فقال له: أقصه لك على سواك؟ فقصه رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختلف شراح الحديث، هل كان يقصد المغيرة رضي الله عنه لما قال فقصه على سواك، أو يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام؟ وأيا كان، هل الذي قص شاربه المغيرة فقصه له رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كان شعر شاربه عليه الصلاة والسلام فقصه على سواك؟ فقد دل على المشروعية. ما معنى قصه على سواك؟ أخذ عود السواك فرفع الشعر الشارب عليه، ثم أخذ ما زاد عنه، كما يفعل الحلاق اليوم بأن يأخذ الشعر على مشط ونحوه ثم يأخذ ما زاد عليه. فأخذ بعود السواك لأنه يريد أن يجعل له حداً، ولا يكون هذا إلا لأن شعر الشارب قد طال فنزل على الشفة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منه، ولم يشأ أن يأخذه كله بل أراد تحديده، فبماذا حدده؟ بعود السواك، فأخذه على سواك. قال المصنف: هذا لا يكون معه إحفاء، يعني قص الشارب على سواك لن يكون أخذا شديدا، بل سيكون ما زاد على السواك في الشعر الذي يطول عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. في حديث أبي هريرة المتفق عليه: الفطرة خمس، فذكر منها قص الشارب. مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه، لماذا يمنعون إحفاء الشوارب؟ بل سمعت التشديد في ذلك بدعة ومثلى، وأرى أن يؤدب صاحبه. قال: عمدوا إلى الروايات التي فيها ذكر قص الشارب. مثل ماذا؟ مثل حديث عشر من الفطرة، خمس من الفطرة، هل قال حلق الشارب؟ ماذا قال فيها؟ قال قص الشارب. قال: فلما ذكر الفطرة وخصالها عليه الصلاة والسلام ذكر قص الشارب، فعمدوا إلى هذه الروايات. طيب، والذين يقولون بأن السنة إحفاء الشارب بماذا استدلوا؟ بالروايات الأخرى التي فيها الأمر: أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب، أنهكوا. فمن لم يرى الإحفاء قال: لا، هذه الروايات المقصود فيها المبالغة وليس حقيقة الإحفاء وليس حقيقة الجز. فالمسألة إذن قريبة التناول. نعم. واحتج المحفون، قال: واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه. قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. الإحفاء يحتمل القص ومجرد التقصير، ويحتمل المبالغة فيه إلى حد ما يقرب من الحلق فيسمى إحفاء. ولأنه محتمل رأيت الخلاف بين الآئمة الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال: وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: جز الشوارب وأرخ اللحى. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي، قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه. وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. هؤلاء جملة من الصحابة رضي الله عنهم، أبو سعيد الخدري وأبو أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد الساعدي وابن عمر
وجابر وأبو هريرة رضي الله عنهم ثبتت عنهم الروايات بأسانيد أنهم كانوا يحفون الشوارب. السؤال: هل يكون إحفاء الشوارب بدعة أو مثلة منهيا عنها ويفعله العدد الوافر من الصحابة رضي الله عنهم؟ يريد بهذا الاستشهاد على أن تفضيل القص على الإحفاء شيء، وأن القول بالإحفاء خطأ أو بدعة شيء آخر. فهؤلاء صحابة ثبت عنهم بل قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه، وإن كان في سند هذا الأثر انقطاعا لا يصح معه. قال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. أي جلد؟ جلد الوجه الذي هو فوق الشفة، يعني يأخذ من شعر الشارب حتى يبدو بياض الجلد، بياض البشرة التي تكون تحت الشعر. نعم. قال رحمه الله: قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب، والله أعلم وأحكم. يقول الطحاوي رحمه الله: اتفق الجميع، المالكية وغيرهم، على مسألة التقصير وأنه جائز، والقائلون بتفضيل الإحفاء، فالإحفاء عندهم تقصير وزيادة، فاتفقوا على أن التقصير قدر مشترك. وعندما اتفقوا يقول: إذن فالحلق أفضل بالقياس. قياس ماذا على ماذا؟ قياس شعر الشارب على رأس شعر الرأس. فإن في النسك إذا اعتمر الإنسان أو حج الرجل فإنه يجوز له حلق رأسه ويجوز له التقصير، والأفضل الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين ثلاثا. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. فجعل حلق الرأس أفضل. قال الطحاوي رحمه الله: فكذلك نجعل شعر الشارب الحلق فيه أفضل من التقصير. هذا ما يتعلق بصنيع الفقهاء في تفضيل الأمرين. وأنت قد علمت رعاك الله أنه وردت الأحاديث والآثار الصحيحة بكلا الأمرين. ما هما؟ القص والإحفاء. فإذا ثبتت الروايات بالأمرين فمقتضى الجمع بين تلك الروايات ما هو؟ التخير بين الأمرين، فمن شاء قص شاربه ومن شاء أحفاه. ومعظم الألفاظ في رواية الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القص، قص الشارب أكثر في عدد الروايات. فالسنة إذن ثابتة بكلا الأمرين، وإن كانت الروايات أكثر بقص الشارب، ومنه أيضا من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ووردت بعض الروايات بالحلق: أحف الشوارب، أنهك الشوارب، جز الشوارب، وهي ليست صريحة في الحلق، بل أيضا محتملة للتقصير المبالغ فيه وليست صريحة بالحلق. فإذا أراد المرء الخروج من الخلاف ومال إلى حلق الشارب، فالإحفاء بما يقارب الحلق وليس الحلق أبعد له عن الخلاف، وأقرب له في ألا يكون إلا على قول الفقهاء جميعا من غير خلاف لأحدهم، رحم الله الجميع. تم كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وقد رأيت أنه أوسع الحديث فيما يتعلق بقص الشارب في إثباته من خصال الفطرة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وسيشرع بعد ذلك في فصول أخر من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولأن ذكر اللحية اقترن بالشارب في تلك الأحاديث جميعا، سواء أحاديث خصال الفطرة أو حديث جز الشوارب، أنهك الشوارب، أحف الشوارب، ارتبط معها في الرواية دوما الحديث عن اللحى. والارتباط بين الشارب واللحية جاء على وجه التناقض دائما، يأمر بقص الشارب، بإحفاء الشارب، بجز الشارب، وفي مقابله يأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. اسمعوا معشر الرجال رعاكم الله، الأحاديث النبوية التي خاطبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وسائر الرجال، قال: وفروا اللحى، وهذا اللفظ في الصحيحين. قال: أرخوا اللحى، وهذا اللفظ عند مسلم في الصحيح. قال: أعفوا اللحى، وهو أيضا في الصحيحين. قال: أوفوا اللحى، وهو أيضا في الصحيحين. وفي رواية عند مسلم: أرجو اللحى.
في بعض روايات أرخو اللحى، وردت رواية بالجيم أرجو، قيل أخذت من الإرجاء بمعنى أرجئ، والإرجاء التأخير، يعني أتركها وأخر شعرها حتى يسترخي، وضبطت أرجئ أو أرجو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. يقول الإمام النووي والشوكاني وعدد من الفقهاء، قال هذه 5 ألفاظ نبوية ثبتت واجتمعت في شأن اللحى: وفروا وأعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا، وكلها كما يقول الشوكاني تدل على تركها على حالها. أعفوا من الإعفاء فلا تدخل عليها مقصا، أرخوا من الإرخاء حتى تطول، وفروا من التوفير حتى تكون وفيرة كثيفة، أرخوا من الإرخاء وأوفوا من أن تكون وافية أيضا كثيرة. هذا يا كرام أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصريح لكل رجال الأمة، وهو يقول لهم وفروا أرخوا أعفوا أوفوا وأرجوا. ولهذا فإن الألفاظ النبوية التي اجتمعت في أكثر من 20 حديثا أكثرها في الصحيحين فيها الأمر بإعفاء اللحى، قرر فقهاء الأمة مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة في تقرير الجمهور أن حلق اللحى للرجال حرام في مشهور المذاهب الأربعة، بل حكى الإمام ابن حزم رحمه الله الإجماع فقال: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. وكذا ابن القطان رحمه الله أيضا حكى في الإقناع في مراتب الإجماع. فهذه الأدلة وهذا التقرير الفقهي يرشدنا إلى شيء عظيم معشر الرجال فيما يتعلق فيما يخصنا، وهو إعفاء اللحى التي خصنا الله بها معشر الرجال وجعلها من الفطرة التي خلقنا عليها، بل هو هدي الأنبياء والرسل. أو ما سمعت هارون يقول لأخيه موسى عليهما السلام: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قالوا: فهذا سمت الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام جميعا، أنهم كانوا في أكمل الهيئات وأجمل المناظر وأعلى المراتب، ولا اختار الله لهم إلا أسماها وأحسنها وأجملها، وقد كانوا على كمال الهيئة ومن بينها وفرة اللحية. بل هكذا ثبت في وصف الحبيب المصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان كثير شعر اللحية، كان كثيف اللحية، في ألفاظ حكتها أحاديث الشمائل التي وصفت جمال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن بياض وجهه، فألفاظ الأحاديث التي حكت جمال وجه المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تخلو من ذكر جمال وجهه المبيض المشرب بحمرة الممتلئ بشعر لحيته الذي أضاء به وجهه الأنور عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف، ممن يحضر مجلس جابر لما شده وصف الجمال، فقال: هل وجهه مثل السيف، يعني في اللمعان والبريق؟ فقال جابر: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، يعني في قوة الإضاءة وتمام النور، لأن بريق السيف لمعة وتختفي، إذا برق بنور يسطع فيه فهي لمعة وتزول، أما نور القمر والشمس فمستمر مضيء مشرق. وفي لفظ آخر يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان كثير شعر الرأس رجله عظيم اللحية مشربا وجهه بحمرة صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر من حديث علي: كثير الشعر رجله، ويقول عظيم اللحية مشربا حمرة أبيض صلى الله عليه وآله وسلم، في ألفاظ تعددت فيها روايات الصحابة واتفقت على أن لحية النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان فيها كثرة الشعر. فإذا أضفت هذا مع أمره الصريح لنا معشر الرجال في أكثر من 20 حديثا بألفاظ متعددة فيها الأمر بإسدال زينة الرجل في وجهه وهي لحيته، تأكد عندك أن هذا الأمر النبوي ينبغي أن يقع في قلوب رجال الأمة موقع التعظيم والإجلال. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام امتثل أمره،
ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه به في هيئته وسمته، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطيه نفسه ولا تقوى على مخالفة أمره، بل هي مخالفة للفطرة. يعني هب هب أنه لم يأتي أمر أوف اللحى ولا أرخ اللحى، وما جاءك إلا أنه من الفطرة إعفاء اللحى. عندي أن هذا أقوى من الأمر، لأن الفقهاء يناقشون هل الأمر للإيجاب أو الاستحباب، فمن لم يقل بوجوب إعفاء اللحى من الفقهاء يقول هذه من خصال الفطرة وهي للاستحباب، لكن ما ذكر من خصال الفطرة هو أقوى في الدلالة، لأن تدري ما معناه؟ معناه إن كنت آدميا ففطرتك التي خلقك الله عليها إعفاء اللحى وقص الشارب، فمن طالت أظافره فلم يقصها وشاربه فلم يقصه كان على خلاف هدي الإنسان وفطرة الإنسان، فكذلك حلق اللحى خلاف الفطرة. ولتقرب لك الصورة أخي الكريم، فإن الفطرة في الرجال إعفاء اللحى، والفطرة في النساء عكس ذلك، فإن الله ما خلقهن بلحى بل بذؤابات وشعر في الرؤوس طويل تتزين به النساء، فجعل الله الشعر في النساء زينة في الرؤوس، وجعل الشعر زينة في الرجال في الوجوه، فزين كل خلق من خلقه بما جعله فطرة فيه. فلو تخيلت امرأة تتزين بشعر تعفيه في لحيتها فاشمأزت نفسك وانقبض قلبك، فلك أن تتخيل رجلا يتزين بحلق لحيته فيغاير فطرة الرجال إلى النساء. نقرر هذا في وقت يحتاج القلب المسلم أن يمتلئ تعظيما للسنة وإجلالا لها وحرصا على خصال الفطرة التي جاءنا الإسلام ليكملنا بها. الليلة ليلة الجمعة أيها المباركون، وفي جوفها من الخيرات واكتناز الحسنات بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتسابق فيه المحبون غدوا وعشيا. صلى عليك الله خير صلاته ما لاح قمري على الأشجار صبحا مساء غدوة وعشية عدد الرمال وقطرة الأبحار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ولسنته اتباعا، ومنه يوم القيامة قربا في المجلس وحشرا في زمرته. اللهم أكرمنا بالموت على سنته والحياة على سنته واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.